المفروض بقى دلوقتي هنتكلم على الجزء التاني من المحتوى وهو البودي. الجزء التاني من المحتوى وهو ايه؟ البودي. طب البودي ده المفروض اللي هو ايه؟ اللي هو جسم المحتوى. انت دلوقتي خلاص قلت له انا دلوقتي عندي شاليهات في الساحل، والمفروض الشاليهات دي بقى محتاج يعرف تفاصيل اكتر عن ايه نوعية الشاليهات. طب البودي ده اللي هو ايه؟ والله المفروض اقول له رقم 1 مثلا مراسي، مثلا رقم 2 مش عارف ايه مراسي مثلا. بعد كده عندك مثلا رقم 2 تكتب البروجكت التاني، رقم 3 البروجكت التالت، وتبتدي ان انت تحدد له ايه بقيه المحتوى. طب بقيه المحتوى ده المفروض بقى تشتغل عليه ازاي؟ وخلينا نشوف كده التولز اللي انت المفروض تشتغل بيها على المحتوى ده. هتروح على حاجه اسمها SEMrush. طبعا التول دي مهمه جدا جدا، وفيها ادوات كتير جدا جدا، والمفروض ان هي تساعدك في كتابه الكونتنت الذات العقاري. طب تعالى كده نجيب مثلا الكونتنت نفسه ونشوف المفروض هنشتغل على ايه. هنا المفروض هو بياناليسز ليك الكونتنت بشكل كامل على جزء SEO وجزء التون اوف فويس، وهل المحتوى اوريجينال فعلا ولا لا، وبقيه ايه التفاصيل بتاعه الكتابه، هل هو الكتابه نموذجيه ولا لا. طيب تعالى كده المفروض هنا بنقول انت عندك H2 وH1 وبقيه التولز اللي بتشتغل عليها، وكمان لو انت عايز تحط لينك. تمام. طبعا خلينا كده نقول احنا خدنا الهيدلاين، خلينا نكمل ونقول له والله افضل مشروع مثلا في واحد المفروض ان احنا هنقول مثلا ايه قريه مثلا مراسي، تمام، الساحل الشمالي. تمام. طيب بعد كده المفروض 2 مثلا قريه مثلا دي بي الساحل الشمالي. تمام. وطبعا خلاص انت بقى بتديله ايه التفاصيل بتاعت كل حاجه، وبتكتب له كل التفاصيل بتاعت ايه بتاعت الكونتنت بتاعك، وخلاص حطيت له التفاصيل بتاعتك. طبعا هنراعي ان الكونتنت ما يكونش طويل والا هيتحول لارتكل. طبعا لو انت قعدت تكتب بقى كلام كتير جدا، انت الكونتنت لازم يكون بتاعك سيمبل واضح رايح في اتجاه معين، وتكمل له بقى 3 مثلا لسرينا مثلا، وتكمل له بقى ايه بقيه المشاريع، وفي الاخر تكتب الكونتنت فلازم يديك النتيجه. والله كاتب SEO مظبوط، كاتب اورجانيك اوريجينال مظبوط، التون فويس بتاعتك مظبوطه، التفاصيل بتاعه الكلام بتاعك. تعالى كده نشوف والله انت كSEO لازم تتابع التفاصيل بتاعه الشغل بتاعك. والله انت كSEO ايه الكلمات اللي هتشتغل عليها جوه الSEO؟ هنشتغل مثلا على ايه الساحل الشمالي. تمام. هتشتغل على مشروعات الساحل الشمالي وتدخل كل التفاصيل. تمام. قرية الساحل الشمالي. تمام. وتبتدي تشتغل على كلمات الSEO، وطبعا هنختار هنا الكلمات اللي انت المفروض ايه هتشتغل عليها. والله انا مفيش. طبعا خلينا هنا نكمل ثاني نشوف فين 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 فين. خلينا نشوف المناطق بتاعتك هنا. طب خلينا كده هنا نشوف ايجيبت الاول. تمام. فين ايجيبت؟ ايجيبت نطلع واحده واحده. ادي ايجيبت، والمفروض ايه خلاص انت اشتغلت على ايجيبت وتشينج كيوردز، والمفروض يجيب لك ايه تفاصيل انت ايه اللي بتشتغل عليها، ويطلع لك التولز اللي انت هتشتغل. تمام. وبعد كده بتكمل ايه الكونتنت بتاعك، ويديك التفاصيل بتاعه الكونتنت. هل انت شغال صح ولا لا؟ هل انت عندك مشكله ولا لا؟ هل في عندك حاجه في الكونتنت ولا لا؟ من اهم التولز اللي بنستخدمها بشكل كبير. طب تعالى كده في الاخر بقى الجزء اللي احنا المفروض بنشتغل عليه، والجزء المهم برضه اللي كنت لسه بكلمك عليه في الاول، الكول تو اكشن. الكول ايه تو اكشن؟ ادي كول تو اكشن انت المفروض تحط له هنا اضغط. تمام. املا الفورم او بياناتك. تمام. هتلاقي مثلا اضغط هنا سجل ارسل، تديله اكشن معين هو هياخده معاك علشان يبتدي يشتغل معاك. طيب خليك كده فاكر دايما ان انت عندك 3 محاور اساسيه في الكونتنت، تمام؟ وطبعا في تفاصيل كتير جدا في الكونتنت، هل الكونتنت اللي انت بتشتغل عليه توعوي ولا كونتنت بيعي؟ الفرق ايه؟ هنا انا ببيع بروجكت دايركت، والله انا عندي افضل 10 مشروعات تقدر تملى بياناتك علشان تشتري في واحد فيهم. ممكن مثلا والله اتكلم معاه في جزء تاني ازاي، تمام، تشتري شاليه مضمون، تمام. ده كونتنت توعوي، انا بديله توعيه معينه على الكونتنت اللي المفروض على البروجكت اللي المفروض يشتري فيه، تمام. طيب انا دلوقتي خلينا كده ناخد تركايه في الجزء بتاع الكونتنت. انا عندي الكونتنت العقاري لازما بيكون فيه مشتملات زي مثلا المساحات، تمام، وال الموقع والسعر، التقسيط او خريطه التسعير نفسها، البيمنت بلان نفسه، تمام، والتقسيط، تمام. طب انت عندك خلاص مساحات والموقع والسعر والتقسيط، انت لازم بتشتغل على حاجه من دول. بتشتغل على ايه؟ على حاجه من دول. يعني ايه بتشتغل على حاجه من دول؟ يعني ما ينفعش ان انت تكتب كونتنت، ما ينفعش تكتب كونتنت لكلاينت في المعلومات الكامله دي كلها، ما ينفعش تكتب كونتنت لكلاينت في المعلومات الكامله دي كلها. لازم تكتب الكونتنت نفسه يكون فيه تفاصيل ناقصه نقطه واحده. يعني مثلا احنا دلوقتي لو كلمت عن المساحات والموقع والتقسيط، طب هيقول لي ايه؟ السعر كام؟ تمام، والله هنا التقسيط 10 سنوات، تمام، المساحات مثلا 70، تمام، والله الموقع مثلا على البحر، حلو. طب انا بقى عايز اعرف الشاليه ال 70 متر اللي على البحر والتقسيط على 10 سنين ده انا هدفع فيه كام؟ هدفع فيه كام؟ يعني ايه؟ يعني المفروض انا دلوقتي لازم اعرف. طب انا لو دلوقتي قلت لك ان اصلا السعر المتر مثلا ايه 10000 مثلا، تمام؟ طب ما انت اوريدي خلاص هتعرف 10000 في 70 متر يديك وتقسط على قد ايه، تمام؟ طب لا، لازم انا اخفي معلومه معينه. ممكن اخفي دلوقتي التقسيط على كام سنه، تمام؟ والمفروض ان انت مثلا تديني سعر المتر 10، حلو. طب انا هقسط ال 10000 في ال 70 متر دول على كام سنه؟ فواحده من الحاجات المهمه جدا جدا اللي بتشتغل عليها. طبعا لازم تكون بتشتغل على النقط دي وانت مقسم التارجت بتاعك بشكل ايه؟ مظبوط، مقسم التارجت بتاعك بشكل مظبوط. طيب تعالى نتكلم كده في نقطه ثانيه وانت بتشتغل على الكونتنت. نقطه ثانيه وانت بتشتغل على الكونتنت مهمه جدا جدا جدا. تعالى كده اقول لك الاس تي بي. الاس تي بي ده اللي هو ايه، او طبيعه الاس تي بي دي اللي هي ايه بالظبط؟ المفروض ان انت عندك نقط معينه. والله هنا في الاس تي بي، تمام، عندي الناس المهتمين، تمام، المهتمين، خلينا كده، مهتمين بالعقارات، مهتمين بالعقارات، حلو. طب الناس المهتمه بالعقارات دي المفروض ان انت عندك الناس دي كل الناس المهتمه بالريال استيت هم سيجمنتيشن، هما ايه؟ سيجمنتيشن. كل دي ناس اصلا مهتمه بالريال استيت. طب انا دلوقتي عندي ناس مهتمه بالريال استيت مهمين بالنسبه لي. طب كتارجت بقى ايه؟ ناس مهتمه للاستثمار، تمام، في العقارات، تمام. فانا عشان لما اجي اكتب الكونتنت اكون فاهم الشريحه بتاعتي مثلا ماشيه ازاي، تمام. ادي للاستثمار، تمام، وناس ثانيه المفروض ان هي دي. طبعا ده اللي احنا كنا هنطلعه من الشغل اللي اشتغلناه قبل كده لما اشتغلنا على الاناليسيس بتاعت الكلاينت، تمام. انا عايز يا جماعه الاناليسيس بتاعت الكاستمر علشان اطلع منها الاس تي بي بتاعتي عشان اشتغل على الكونتنت. الاستثمار، بعد الاستثمار انا في ناس بتتكلم عشان الجواز مثلا، هو عايز شاليه علشان هيتجوز ويصيف فيه، ومثلا ناس تانية عايزه مثلا شاليه مثلا علشان العائله، تمام. خلاص انت دي كل واحد منهم عنده تارجت معين. انا مهتم بالعقارات، بتاع الاستثمار والجواز والعائله، وكل دول ايه مهتمين بالعقارات. طيب انا ينفع بقى اقول بشكل عام كل الناس المهتمه بالعقارات وابتدي اكلمها؟ ما ينفعش، لازم تكون انت محدد التارجت اودينس بتوعك، محدد ايه التارجت اودينس بتوعك. طب الجزء بتاع البوزيشن بقى هنا ايه؟ الناس اللي بتدور على استثمار بقول له بقى ايه؟ امن استثمار. تمام، استثمار والله بقول له لا ده مش امن استثمار، انا ممكن العب على حته ثانيه مثلا اضمن استثمار. في فرق ما بين الاثنين، هنا انت امن ان هو امن على حاجه، وهنا اضمن ان هو ضامن ان هو هياخد مكسب اعلى. تمام، طب ايه اعلى؟ مثلا استثمار، اعلى استثمار، تمام، اعلى استثمار وهكذا. تمام، انت خلاص عملت له بوزيشن معين هو بيشتغل عليه. هنا والله المفروض احلى مصيف ورفاهيه، تمام، ارخص واجمل شاليه. تمام، هنا هتتكلم على الخصوصيه، والله ده بيدور على خصوصيه وما الى ذلك. طيب بتاع العائله، والله هنا هتتكلم على المفروض روح العيله، تمام، في شاليه واحد، تمام، وما الى ذلك. خلاص انت بتلعب على بوزيشن لكل واحد، بتلعب على بوزيشن لكل واحد، كل واحد ليه بوزيشن انت بتلعب له على الجزء ده. خليني كده يعني اشوف منك البوزيشن اللي انت بتشتغل عليه. طبعا ده ممكن تعمله لو انت شغال في جزء استثماري، شغال على اندستريال، شغال على كوميرشال، شغال على اي حاجه، لازم هتشتغل على النقط دي. ده هيخلي عندك فرايتي كتير تقدر تلعب عليها في الكونتنت، مش هتكون مزنوق في الكونتنت. انا مش عارف اكتب الكونتنت العقاري هقول له ايه، كده كده هي نفس المعلومات اللي انا بقولها كل مره لكل الناس لكل حته. بالطريقه دي انت هتطلع فرايتي كتير تلعب عليها ونقط كتير ايه هتلعب عليها. تمام كده، انت فهمت المفروض ككونتنت التفاصيل بتاعته ايه؟ عندك هيدلاين، كول تو اكشن، وعندك البودي، وعندك الجزء بتاع الاس تي بي اللي المفروض هتشتغل عليه في الريال استيت بالشكل ده. تمام، طب المفروض بقى نتكلم على الجزء بتاع الكونتنت استراتيجي. بعد ما عرفت الكونتنت وعرفت ازاي تقسم الشرائح بتاعت الكونتنت بتاعتك، والمفروض عرفت تفصيله الكونتنت والتولز اللي هتشتغل عليها، طبق على الكلام ده ووصل لسكور وقسم الاس تي بي واشتغل على النقط دي علشان ندخل في النكست ستيب وهي الكونتنت ماركتنج استراتيجي. تمام.